السلام عليكم، معكم بن الدين مصطفى، عضو الفريق الوطني لجيدو صنف القطر. السلام عليكم، بلال قشاري، عضو في المنتخب الوطني للجيدو صنف القطر. سي طارق، بالنسبة للمشاركة ديال بطولة إفريقيا القطر اللي كانت ما بين 6 و10 شتنبر 2023، كانت تم المنادات علينا من طرف رئيس اللجنة الوطنية الكاطا والمشرف على الفريق الوطني الكاطا السي موسى عقا، باش اننا نلتحقوا بالتربوس اللي غادي يكون في الدار البيضاء اللي غادي يسبق البطولة الإفريقية. بالمناسبة احنا باش شاركنا، يعني عندنا لقب ديال البطولة الوطنية للكاطا اللي كان سنة 2022، وعندنا الوصافة ديال البطولة العربية للأندية البطالة اللي كانت هي في مراكش سنة 2022. هذا الشيء خولنا باش اننا نلتحقوا بالمنتخب الوطني، والحمد لله كان فات التربوس بواحد الجو جيد جدا واستفدنا منه بزاف، والحمد لله ربي وفقنا ودرنا الرتبة الاولى افريقيا، والحمد لله كان يعني فخورين بهذا الانجاز. هذا صراحة الطموح نتاع اي واحد من يوصل لواحد اللقب ولا يوصل لواحد، دائما كيطمح انه يزيد لقدام، وهذا هو الرغبة ديالنا اننا نشاركوا في بطولات العالم، نشاركوا في بطولات اخرى ان شاء الله. وهذه رسالة لرئيس الجامعة اللي هو الصراحة انه كاين في الاولى دعمنا وبغيناه مازال يزيد، لحقاش الكاطا منسيه فهمت، وبغينا يزيد يوقف عليها شخصيا باش ان شاء الله نزيدوا القدام كامل ان شاء الله. كاين وعود، كاين شراكه ما بين عصبه الشرق والجهه، لحد الان ما توصلنا حتى بشي حاجه، ولكن كان ربطوا الاتصال مع رئيس العصبه كيقولنا كاينين الفلوس غير ما دخلوش، حنا يعني ما نسبقوش العيب، ما نقولوش راه ما هادشي يعطيونا، ولكن عارفين بلي انه ما كاينه شراكه اللي فيها 3 سنين، ان شاء الله يكون الخير. غير شنو هي ملتاج وكيحتاج، يعني فكما الامور تسرعت وكان الاخر، ان شاء الله تكون الامور بخير ان شاء الله. سي طارق، بالنسبه للرساله ديالي، الرساله ديالي غتكون موجهه للناس المسؤولين على هذه الجهه ومسؤولين على قطاع الرياضه. بغينا الاهتمام برياضة الجيدو في المنطقة الشرقية. صراحة المنطقة كتزخر عندنا بواحد المواهب، وتبارك الله عندنا يعني أطر اللي هي مزيانة في هذه الرياضة هذه. بغينا المزيد من الاهتمام، بغينا المزيد من الدعم، بغينا شراكات، بغينا شي حوايج اللي تكون حنا مميزة عندنا في الجهة الشرقية. حنا صراحة يعني من بعد ما رجعنا من الدار البيضاء كنا صراحة كنتسناو اننا نتلاقاو مع شي واحد مسؤولين ولا شي حاجه، ولكن جات مع الظروف تاع الزلزال، الله يرحم الشهداء ديال هذا ديال الحوز والناس اللي ماتوا في هذا الزلزال الله يرحمهم. قدرنا الموقف ماشي مشكل، ولكن نتمنوا ان شاء الله من القدام انه المسؤولين يهتموا برياضه الجيدو، وراه الرياضه هذه غنيه عن كل تعريف. راه المغرب كان من الدول الرائده في هذه الرياضه، لا دوليا ولا افريقيا، والحمد لله عندنا لا مستوى الجهوي ولا مستوى الوطني، عندنا اطر كفاءه لانها اللي تقدر انها تزيد القدام بهذه الرياضه هذه. صراحه رياضه الجيدو من بالنسبه لرسالتي للناشئه، كنقول بان رياضه الجيدو هي صراحه معطيه للجميع. انا من كان نحفز الوليدات والجميع لافراد الاسره كما خصهم يعرفوا الاسعافات الاوليه وامور كثيره في الحياه، خصهم يعرفوا الجيدو. الجيدو شي حاجه انا تمنيت ان جميع الاسر لانها شي حاجه تعلم لك المشيه ديالك، تعلم كيفاش تطيح، تعلم لك مجموعه نتاع الامور اللي كاينه في الجيدو وبزاف نتاع الناس اللي ما كيعرفوها. طريق بالنسبه لي انا بغيت نعطي واحد المعطيات بسيطه، انه هنا في مدينه وجده عندنا تقريبا راه اكثر من 20 جمعيه ديال التجيدو، يعني راه الجيدو متواجد، جمعيات ان اللي كاين يمارسوا الجيدو متواجدين في وجده، وكاينين في بركان، وكاين في جراده، وكاين في بوعرفه. كاين صراحه اللي كان نبغي نوصل الرساله ديالي للناس اللي كيبغيو هذه الرياضه وكيشوفوها اون جينيرال، انه هذه الرياضه ما عندهاش حدود ديال السن،
يقدر يمارسها مول 5 سنين ويمارسها مول 60 عام، ما عندهاش حدود. يعني واحد الرياضة اللي ماشي عنيفة، واحد الرياضة اللي عندها قواعد صارمة، وكتخص يكون عندك واحد الهندام، تكون عندك واحد الشخصية والاخر باش تمارس هذه الرياضة هذه. إذا أنا كنصح بها الجميع، الأباء يدفع أولادهم يترينيو الجيدو. علاش؟ ما غادي يتبليسالو، ما غادي الاخر، ما غادي لا يجيه مجروح، لا يجيه معطوب، لا يجيه يسيلو الدم. الحمد لله رياضة نظيفة جدا وفيها لا كومبيتيسيون، واللي ما يقدرش تاع لا كومبيتيسيون كاين الكاطا. حتى الكاطا مهمة، راه الكاطا هي الأساس نتاع الجيدو، راه هو لو جيدو فوندامونتال. إنسان كان ننصح جميع الأسر والشباب أنهم يمارسوا هذه الرياضة. وراه الحمد لله النوادي في الجهة الشرقية وفي مدينة وجدة متوفرين على الجهد، وراه حتى المتطلبات، حتى المتطلبات المادية راه ماشي شي حاجة، راه عندك فلوس تريني ما عندكش تريني، هذا راه كونك على يقين. أنا حتى شي أستاذ ديال الجيدو في المره غادي يشرط عليك ولا خصك تخلص باش تريني ولا خصك هادي ولا خصك هادي، راه واحد تريني مرحبا بك في اي نادي، واحد تريني مرحبا بك.